سألك عارف شبابكم شركية اللي بشركة كي واليوم لكم فيديو جديد. طبعا لا احد يكتب لي على قصة شعري ولا احد ارجوكم، انا كمان ندمان بس خلاص تقبلوني بهالشكل للفترة. فاليوم يا شباب نزلت الحين دعاية الحزمة الاولى لكول اوف ديوتي انفنت وورفير ودعاية الماب الزومبيز الجديد، فخلنا نشوف مع بعض ان شاء الله يكون شيء جديد، شيء جوه شوي جدي مو نفس زومبي ان سبيس لاند. طبعا انا ندمان سويت فيديو والفيديو جاهز وكنت الحين برفعه بس نزلت الدعاية، والفيديو هو كان اني جاب لكم الصورة تبع الماب الزومبي نزل من يومين على تويتر كول اوف ديوتي وقاعد احللها وشوف شو شوفوا معي. والله الفيديو جاهز الحين كنت بحمله ونزلت الدعاية، فقلت خلاص ما في داعي للفيديو. المهم يلي حد منكم يلي ودي يشوف الفيديو راح احطه انلستد وحط رابطه بالوصف، يعني اللي حد منكم كان ودي يشوف شو متوقع للماب وشوف اذا طلع ولا لا. فالحين يلا نرجع للزومبيز وان شاء الله يكون ما في خلينا نرجع نلعب زومبيز بانفنت وورفير وشي صبرنا للزومبي القادم. طبعا حاب اشكر الشركه بعثوا لي تيشيرت كول ديوتي انفنت وورفير تيشيرتين كمان، بس في مشكله صغيره بس ان مقاسه جابوا لي اياه لارج واللي هو مستحيل اني البسه الا بعد ما اعمل رجيم مده سنتين. المهم شكرا، فيلا خلينا نفوت على الفيديو. اوكي اوكي ملتي بلاير ما نبي زومبيز سابوتاج. اوكي اول مره نشوف في بنت تشتغل بدعايه لكول اوف ديوتي. We've got four intense maps and a brand new zombie experience. اوكي ان شاء الله طول الفاس اللي ماشي يكون الزومبي. كلها وجوه جديده، الناس اللي كانوا يشتغلوا من زمان بانفينيتي وورد اللي حطوا وجوههم هالمره كلهم غير، عشان هيك اللعبه حلو. أنا ملتي بلاير ما عدت ليفل 10 بس يلا ماشي الحال نشوفها. شكله حلو الماب ماشي حاله. Neon is a virtual training simulator for urban warfare. It's a Z-shaped map with a long sight line down the middle, a high B point up on a ledge, and a close quarters area in a nightclub. شكله خايس الماب من الحين. When you run around, cars will generate players. When they die, they will dissolve into mess of polygons. It's a very interesting and fun place space to be. يلا يلا زومبيز. In DLC 1 that we are pretty excited about is called Renaissance. It takes place in quarters, very fast gameplay. If you like the snipe, you're gonna love the church lane. If you like to run and gun with your shotgun or your SMG, you're gonna love skating through the interiors and game. Wow, well, والله شكله حلو الماب. Mobile mid-ranger, you're gonna love taking your assault rifle onto the streets. Dominion. The map we have is called Dominion, and it's a Modern Warfare 2 remake of the classic map Afghan. This time it's Mars. Afghan is such a revered map, not just a remake. The map Afghan from MW2. والله شيء خرافي. مش للعبة ما حلوة بس الماب خرافي. للمولتي بلاير. لا حد إذا تحبوا مولتي بلاير أوكي ما عندي مشكلة معك، بس يعني بالنسبة لي ما كنت حبيت المولتي بلاير. والله نفس ماب أفغان بالضبط. زومبيز ريف ان ريدوود. اوكي 1990 10 سنوات زياده عن زومبي سبيس لاند. فاندر واو وي ميد ذم ريلي كومفورتبل ان سبيس لاند باي اوبننج اب لينز ميكينج ات برايت اند كولورفول. ذس از ريلي واو والله شكله خرافي. It's going to blow people's minds. After getting sucked out of zombies in Spaceland, our four characters appear in a cabin. Wow, والله الشكل خرافي البيت. والجو بالليل وهيك. Outside of the cabin, find out that you're actually in an abandoned camp that's been kind of taken over by. مثل ما حكيت بالفيديو إذا حد رح يشوفها بالوسط توقعت يكون جوه مخيف. In the middle of the woods, the level has this dark, foreboding, kind of spooky vibe, and then. The world comes alive. What? Sure. There's new weaponry. There's new. مش شوي كنت قاعد أقول مخيف. غريب ما أدري مثل الغابة فجأة قلب ديسكو. Whole new wardrobe change. We're gonna introduce a new character named the Slasher. There's so much more to tell. We can't wait for people to get a chance to experience. نشبه ماب أول حزمة لجوست كان ماب هيك مخيف نفس الجو. والله لا صراحة ماب زومبي جد شكله حلو الصراحة.
شكل احلى من زومبي سبيس لاند بألف مرة. Call of Duty Infinite Warfare DLC 1 pack will be available January 31st first on PS4. اوه لسه مطول بس مو مشكلة. لا والله ما بالزومبي صراحة عجبني. خلينا نوقف الفيديو. طيب يا شباب شو رايكم عن ما بالزومبي؟ اتمنى تكتبوا لي بالكومنت. صراحة عجبني الصراحة. حاسة راح يكون احلى من زومبي ان سبيس لاند بألف مرة بس ما بعرف. شاركوني رايكم بالكومنت واتمنى تحكوا لي اذا كنتوا راح تشتروا اللعبة او لا. ولا عفوا في منكم للحين ما اشترى الانفنت وورفير ومنكم لاعبين زومبي؟ هل بعد الدعاية راح تحمس انكم تشتروها او لا؟ وهل منكم اللي شاري اللعبه راح يشتري الحزمه هاي او الدي ال سي او لا؟ اتمنى تشاركوا رايكم بالكومنت اذا عجبكم الماب فعلا او لا. وبس كان معكم بشركي يال بشركي كي. اي صح لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك. واي ملاحظه صغيره، اخر فيديو طبعا تخمس سلاطين كثير منكم عجبوا هيك وطلبوا مني اكمل على هالسلسله. ما عندي مشكله اذا عندك اي فيديو جد سخيف وجد خرج الواحد يطقطق عليه اتمنى تبعث لي على تويتر، مو على سناب شات ولا على انستغرام اللي ما اشوفهم، على تويتر اشوفه على طول. فاتمنى تبعت لي على تويتر بس فيديو يكون جد يعني خايس، مو يكون والله فيديو كويس اللي تعال مسخره، لا يعني حرام الشيء. فاتمنى تبعتوا لي على تويتر. واي بس كان معكم شركي يال وشركه كيش كم فيديو ثاني ان شاء الله. مع السلامه.